استاذ مصطفى، بدنا تحكي لنا انتم على تحضيرات العيد اللي عاملينها. اهلا وسهلا، ان شاء الله كل عام وانتم بخير. نحن جهزنا هلا كل الكادر الموجود بالبلديه، عملنا لهم جدول مناوبات لتامين الخدمات الضروريه بالبلد من اعمال النظافه والصيانه وكل الاعمال اللازمه لفتره العيد وهي العطله الطويله اللي جايتنا هلا اثناء فتره العيد. ان شاء الله كل عام وانتم بخير. ومنشاتنا السياحيه جاهزه ليلا نهارا لاستقبال الزوار، واظن باسعار مدروسه ومقبوله يعني للجميع، وشوارعنا نظيفه بالقدر اللي بنقدر عليه بشكل كامل. كل عام وانتم بخير بمناسبه العيد، وللشعب السوري كله بالف خير ان شاء الله. نحن بالعيد جاهزين لاستقبال كافه الحالات المرضيه والحالات الاسعافيه اللي بتحدث بمحيطنا، وجاهزين لاستقبال المرضى باي ساعه كانت. سياراتنا جاهزه، قسم الاسعاف جاهز، مديريه الصحه رفدتنا بكامل التجهيزات اللازمه والتحضيرات المناسبه للعيد. نحن عندنا سياره مجهزه لنقل المرضى من المشفى الى دمشق في حال انه المريض ما بنقدر نخدمه بالمشفى، ممكن ننقله نحن بسيارتنا الى دمشق. كل عام وانتم بخير بعيد الاضحى لنا ولجيشنا ولقائدنا. كل سنه وهن سالمين، واهلا وسهلا فيهم، بيشرفونا ايمت ما اجوا. كل عام وانتم بخير، وسوريا بخير، وشعبها كلهم بخير. لاهالي بلودان ولاهالي الزبدان ولجيش العربي السوري ولسياده الرئيس بشار حافظ اسد، كل عام وسوريا بالف خير. تجهيزاتنا بتكمل الاستعداد للعناصر وبكل النقط المروريه، ونقوم بالتسيير السير وتنظيمه، وعناصر موجوده متواجدين باي وقت وباي ساعه. معروف عنا بلودان انه اول منطقه سياحيه بسوريا، وجاهزين لاستقبال العديد من الزوار اللي حابه تطلع على بلودان بمناسبه العيد. ونقول مناسبه عيد الاضحى كل عام وانتم بالف خير. ان شاء الله نحن عم نجهز امورنا للعيد. زفتنا الطرقات، زفتت المحافظه دمشق، مشكوره لها، والبلديه عم تساعدنا. هلا ان شاء الله يعني التحضيرات للاجواء العيد تكون فرحه فرحتين. بنقول لهم انه اللي ما طلع بلودان يطلع ويقوي قلبه ويطلع يشوف المناظر حلوه، المطاعم كلها رجعت فتحت، وان شاء الله بينبسطوا باجواء العيد عندنا. بلودان دره المصايف، بلودان من المصايف الاوائل بسوريا، ومعروفه يعني اول شيء بمناخها جميل جدا، وتاني شيء باستقبالها للسواح. والحمد لله يعني مو من هلا بلودان يعني بلد مشهوره من مئات السنين بالسياحه. رح نشوف الاعياد مليانه ببلودان من الاحد للاحد. يوم الاحد قيامه الرب رح بيتزين بعطله عيد الاضحى علشان يعيدوا جميعا اسلام ومسيحيين. بدنا نشوف المنشات باذن الله مليانه، الكنائس والمساجد عم يطلع منها عباد الله الأتقياء يلي عرفوا كلمة الله بكل معنى الكلمة. كل عام وانتم بخير، واليوم اجينا على الشام والحمد لله رجعت الأمور زي الأول وأحسن، وانبسطنا كتير يعني الطريق مسهلة، وجايين نقضي العيد هنا وكتير انبسطنا، وبشجع كل الناس يجوا يعني كتير الأمور رجعت زي أول والحمد لله. وأنا يعني جاي دائما كنت زمان باجي من الأردن، وحاب هلأ كمان يعني ضل أرجع كل سنة يعني. هنا ومن هذا المكان الذي كان بوابة للسوريين والسياح أيام الصيف، اليوم تعود الحياة بكل أشكالها، حيث ستعود ضحكات الأطفال والجلسات وليالي الصيف إلى ربوع هذا المكان. للإخبارية السورية هالة السعدي، بلدة بلودان.